جواز العقل ولا القلب؟ والله لا ده نافع ولا ده نافع. جواز العقل ولا القلب؟ لا هو الاثنين لازم يكونوا موجودين يعني بصراحه، لان انا لو بحب بقلبي بس هتبقى ليلة امي سودة. يعني الموضوع القلب ده يجي على دماغي في الاخر، فلازم يبقى فيه موازنه، لازم ابقى بحب بس في نفس الوقت بعرف اتصرف بعقلي مع اللي بحبه عشان نفضل مكملين مع بعض. لا انا ما عنديش مواصفات خالص لفتى احلامي، هذا الفتى ليس له مواصفات خالص الحقيقه. هذا الفتى. لا ما عنديش مواصفات خالص، علشان انا مقتنعه 100% انه انا ممكن دلوقتي اقول مواصفات ابيض واشقر ولونه مش عارفه ايه ويعنيه كذا وكذا، وممكن اقابل حد صدفه بعد ما انزل من هنا واحبه ويحبني واحبه عشان هو فيه حاجات كتير حلوه، وممكن ما يبقاش فيه ولا اي حاجه من المواصفات اللي انا قلتها، فهو الحب ما بيبقاش بالشكل يعني.